طول عمري بحب الزرع. الزرع نفسه كده as a creature يعني is very يعني دي كائنات عايشة معاكي كده يعني keeps you company, they inspire you, بيحسوا بيكي وبتحس بيهم. هم مش بس aesthetic objects يعني, هم my roommates and my family كده في المساحة اللي أنا عايش فيها. ودي أكتر حاجة بحبها في الزرع, إنه في اي جزء من اي زرعة قدامك مطرح ما عينك هتنزل دايما هتلاقي تصميم مبهر, ما الطريقة اللي اللون بيتوزع فيها في الزرعة وعلاقة اللون ده بقد ايه اضاءة الزرعة بتحتاج, والفاينز اللي جوه زرعة قد ايه بيطلع فيها فاين عامل كده وبيطلع منه فاينز صغيرة زرعة تانية الفاينز فيها اقل. اسمي محمد جابر وانا تايب وجرافيك ديزاينر وفيجوال ارتست. كتاب جرافيك اجيتيشن هو كتاب اهداه ليا صديق من زمان جدا, يعني في الوقت اللي انا كنت لسه فيه بتعلم تولز ديجيتال تولز اللي علاقه بالديزاين, او بتعلم وبحاول اقرا عن ديزاين جايدز وبحاول افهم ايه اللي انا اقدر اعمله بالباشن ده. الكتاب ده خصوصا خلاني اعرف ابص على اسبكت تاني من وات جرافيك ديزاين كان دو, عرض كده للوح والتصميمات اتعملت في وقت يعني كان العالم بيمر فيه باوقات فيها حراك او فيها مناهضه لنازيه, مناهضه لحروب, وقد ايه الاعمال الفنيه دي اثرت على الناس, ساعدت في نشر وعي معين او مناهضه مشاكل معينه كانت بتحصل. وده كان بيحصل برضه في نفس الوقت اللي انا فيه بحاول يعني اشكل وعي سياسي, يعني احاول افهم انا عايش فين وسط مين, ومين في وجهه نظري صح ومين في وجهه نظري غلط, ومين اراءه بتليق على اسلوب تفكيري اكتر. ففي الوقت ده يعني كده اتشكلت الايديولوجيا بتاعت دماغي مع الوقت اللي بتعلم فيه تصميم, فالاتنين كانوا بيحصلوا مع بعض في نفس الوقت. يعني انا اتعلمت من خلال المعرفة الحرة, يعني ما اتعلمتش بشكل اكاديمي, ما كانش عندي البريفليج بتاعت ان اتعلم بشكل اكاديمي. التعليم اللي اتعلمته كله كان من ما هو متاح على الانترنت, من اول برامج مفتوحة المصدر لمعرفة كانت الناس بتطيحها وتشاركها مع بعض. فبالتالي الشغل اللي كنت بعمله واعمال كتير كنت بعملها كنت بطلعها تحت رخص مفتوحه تسمح للناس ان هي تنشرها وتطبعها وتستخدمها بالشكل اللي هم يحبوه. كيف حاسس ان هي كانت امتداد طبيعي لده, انه في الوقت اللي انا كنت فيه بذاكر اكتر تصميم خط عربي اللي هو 2009 2010, وفي الوقت ده خصوصا الوقت اللي كان فيه السوشيال ميديا لسه is getting empowered, وجود السمارت فونز ابتدى يعني بيبتدي ينتشر في ايدينا, فكرة القراية على الشاشة ابتدت في الوقت ده تكون هي حاجة يعني بتفرض نفسها علينا اكتر من قبل كده. وفي نفس الوقت اللي فيه الابرايز بتاع الاستخدام بتاع القراية على الشاشات, لقيت ان في لاك في وفره الخطوط العربيه, يعني ما كانش في خطوط عربيه رقميه متاحه بشكل كافي, او اللي موجود مش بالضروره مواكب للتغيرات اللي حصلت التكنولوجيه اللي حصلت. فابتديت في الوقت دوت انه يعني طيب في ندره وفي هيريتج كبيره انا متعلم منها, وكحد حتى اتعلم خط عربي من خطاطين كبار وخطاطين صغيرين وخطاطين في السوق وكل ده, فحسيت انه يعني دي حته اقدر اكون متواجد فيها. وبما ان برضو في نفس المجال بتاع تصميم الخط الرقمي مفيش وقتها ما كانش فعلا في وجود لمصممين بيعملوا دوت بشكل مفتوح المصدر, وفوق كل ده كمان كنت حابب اكتر انه كيف اكون مركز في شغلي فيها على صناعه خطوط ان ماتش ميكنج مع الخطوط اللاتينيه, خطوط بايلينجوال اتليست لو مش اكتر من بايلينجوال. ما بقاش بالضروره في محتوى بلغه واحده, على الاقل في الاستخدام الاوسع, يعني دايما هيكون في وجود لكلمات لاتينيه, دايما هيكون في وجود لكلمات من لغات تانية. ومش بالضروره دي حاجه وحشه بالمناسبه, يعني بعتز باللغة العربية أكيد وبالحرف العربي, بس هو في الآخر ده إحنا عايشين في العالم ده مش لوحدنا,
ومش لازم نكون معزولين عن ده. فحسيت انه الخط كمان لازم يكون يلعب في دور في ده، انه يلعب دور في التواصل ما بين الحروف بالشكل ده. الاسلوب اللي بطور بيه التصميم عموما هو اسلوب طورته بنفسي من التجربة ومن الغلط على مدار سنين. فبالتالي ده خلى يعني نتيجة ده خلى ان في flexibility سنة في حتة انه how I approach projects، ازاي بعمل research، انهي medium هستخدمه في المرة دي، هعمل generative code art، هعمل حاجة traditional اكتر، هلعب بحبر وفرشة على canvas. ودايما كنت بحب ابقى بجرب materials مختلفة، مش بنحصر بشكل معين في شكل traditional معين لخروج الافكار او approaching projects. اوقات بس digital، اوقات لا، اوقات بسكتش كتير، اوقات بسكتش اقل. ده دايما كان بيختلف فعلا على طبيعة المشروع نفسه. يعني بحاول اخلي الـ 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 المشروع ومحتواه والتكتشر بتاعه هو اللي يجايد مي ثرو ات، مش my own philosophy وmy own technique هو اللي يجايد مي ثرو how I will approach the project. يعني